بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عايز ابدا سلسله موضوعات معاكم بخصوص حاجه مهمه في تربيه اولادنا، بسميها ما بين المسؤوليه والحريه. يعني أولادنا بيطلبوا أن الأب والأم يثقوا فيهم ويكون عندهم حرية، وفي نفس الوقت لازم يكونوا يتحملوا المسؤولية، والمسؤولية بتحط قيود على الإنسان. أي إنسان مسؤول ما بيبقاش عنده هو ما فيش تعارض ما بين الحرية والمسؤولية تبجين وزن، بس ما بيبقاش يعني عايش براحته من غير أي قيود خالص. فالحرية بمفهومها السليم لا تتعارض مع المسؤولية، لكن أحياناً الحرية اللي بيطلبوا بيها أولادنا إن مفيش حد يحاسبهم على أي حاجة، طبعاً ده مش سليم. طبعاً الموضوع ده صعب إن احنا نغطيه في محاضرة واحدة، فهحاول في كل زيارة هنا يعني أدي جزء منه. دفنتي تأثير الضغوط الخارجية والإعلام والإنترنت والثقافة غير المسيحية والأصدقاء، كل ده بيؤثر على أولادنا وعلى تنشئتهم. ومهمتنا كآباء إن احنا نربي أولادنا بطريقة تحميهم من كل هذا وتحافظ على مبادئهم المسيحية والأخلاقية. والكتاب المقدس أكد على مسؤولية الأب والأم في تربية أولادهم. ولو أولادنا امتلأوا حقيقة من الروح القدس وحملوا ثمر الروح في حياتهم، كان ده هيبقى حماية ليهم من كل المؤثرات الخارجية. ومن هنا واجب علينا إن احنا في تربية الأولاد نخليهم يوصلوا إلى النضوج الروحي. معلمنا بولس الرسول في عبرانيين إصحاح 5 اتكلم على النضوج الروحي، وكان بيلوم العبرانيين نفسهم على إنهم بالرغم أن لهم زمن طويل في المسيحية، ولكن كانوا لسه كأطفال محتاجين اللبن. لأن الطعام القوي للبالغين الذين صارت لهم الحواس مدربة يستطيعون التمييز بين الخير والشر. يعني الطفل الصغير ممكن يمسك سكينة يلعب بيها لأنه مش قادر يميز بين اللي يضره واللي ما يضروش. لو لقيت واحد مثلا سنه 30 سنة ماسك سكينة بيلعب بيها هتقول عنده مشكلة، ازاي ده وصل للسن ده وما عندوش النضوج ان يقدر يعرف ان دي حاجة هتعورنا وتأذين. نفس الكلام لما نلاقي أولادنا في سن 15 16 20 25 سنة بيعملوا علاقات مثلا خاطئة تأذيهم روحيا، وممكن ينتج عنها مثلا حمل في فترة المراهقة من غير زواج من غير أي حاجة، أو مثلا ولاد بتستخدم دراجز وبتأذيهم مش بس روحيا وحتى جسديا، وللأسف بعض منهم بيموتوا بسبب أوفر دوز. يبقى هنا معناها ان اولادنا مش قادرين يميزوا ما بين الخير والشر، ما بين اللي بيأذيهم وما بين اللي مش بيأذيهم. بالضبط كده زي ما يكون واحد كبير كده ما بيميزش ما بين الصح والغلط او ما بين اللي يأذيه واللي مش يأذيه، بيتصرف زي طفل صغير لسه ما عندوش النضوج الروحي.
لكن لو احنا ربنا ولادنا تربية سليمة هنوصلهم للنضوج الروحي زي ما بولس الرسول بيقول في عبرانيين 5 يستطيعون التمييز بين الخير والشر. ايضا من اهم سمات الشخصية الناضجة الروحية هو تحمل المسؤولية. الشخصية التي لا تتحمل المسؤولية دي شخصية ما فيهاش نضوج روحي. وزي ما قلت أن لا يوجد تعارض ما بين الحرية وبين تحمل المسؤولية. ولادنا كتير بيطلبوا الحرية، يعني عايز مثلا يخرج ويرجع الساعة 2 الفجر 3 الفجر، ولما أبوه يكلمه يقول له فين حريتي؟ أنت مش متثق فيا؟ بيتخانق معاه. طب إزاي؟ فمفهوم غلط للحرية. إنما لو ولادنا ناضجين روحيا يتحملوا المسؤولية في إطار الحرية الموهوبة لنا. شوفوا بولس الرسول في غلاطية 5:13 يقول إيه؟ فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. الولد اللي ما بيقومش بدوره في البيت، بيسمعش كلام الأب والأم، عايز يجي الساعة 4 الفجر 3 الفجر، ما بيعملش حاجة في البيت، قطه لا بيوطبها ولا بياخد أي مسؤولية في البيت، سايب الأب والأم يتعبوا من أجله وعمال ياخد تيكتس والأب والأم يدفعوها له، والأب والأم يدفعوا له قسط العربية ويدفعوا له الانشورنس على العربية ويدفعوا له الموبايل فون بتاعه وهو بيشتغل، ولكن الفلوس دي الله أعلم بيصرفها فين. فين الحرية والمسؤولية هنا؟ ده نتيجة ان احنا ما ربناش ولادنا سليم. اول خطوة زي ما بقول لكم هي يعني مجموعة محاضرات اتمنى ان انا اقدر اغطيها في كذا زيارة هنا. اول خطوة علشان نعلم الولاد الحرية والمسؤولية يبقى في السن الصغير نبتدي نعلمهم الخضوع والطاعة. لازم تعلم ابنك وبنتك يعني ايه خضوع وطاعة. خضوع وطاعة مش بس الأب والأم، انما احنا في حياتنا بنخضع لقوانين البلد، والذي لا يخضع لقوانين البلد بيتعاقب. بنخضع مثلا لقوانين المرور، ولو واحد لم يلتزم بقانون المرور بياخد تيكت. فجزء مهم في تربية الشخصية المسيحية الناضجة ان هو يكون عنده خضوع وطاعة. وسط ما انا بعلمه الخضوع والطاعة ما يكونش عن طريق نديهم الأوامر ونصنع لهم القرارات ونقول لهم ان هم ينفذوها، لكن وانا بعلمه الخضوع والطاعة بديله اختيارات وبعلمه كيف يختار الاختيار السليم. ليه النقطة دي مهمة؟ لو انا حسيت الخضوع والطاعة دولت مفروضين عليا هيبقى من جوايا فيه تمرد، لكن لو انا بكامل ارادتي اخترت ان انا اخضع لقانون زي قانون المرور مثلا، ده مش مفروض عليا، ده انا بكامل ارادتي بخضع لهذا القانون عشان عارف ان القانون ده لحمايتي، عمري ما هحس بالتمرد. ومن هنا لما ادي لاولادي الاختيارات والمسؤوليات من سنينهم الاولى وعلمهم ازاي يعملوا اختيارات سليمة وازاي يصنعوا قرارات سليمة، فلما يكبروا في السن ويوصلوا سن 15 و16 هيكون اوريدي اتعلم ازاي يعمل
اختيارات سليمة. عشان كده مهم واحنا بنعلم ولادنا الطاعة والخضوع نعلمهم أن يطيعوا عن حب وليس عن خوف. الخوف ده طاعة العبيد، أما الحب هو طاعة الأبناء. شوف القديس يوحنا يقول إيه في رسالته الأولى إصحاح 4 وعدد 18، يقول لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب. الطاعة اللي عن حب هتبقى في حضورك وفي غيابك، إنما اللي بيطيعك في حضورك فقط وفي غيابك ما بيطيعكش، يبقى هو ما بيطيعش عن حب. أحيانا بعض الآباء يشعروا بعدم الارتياح أن يعلموا ولادهم الطاعة أو الخضوع، ويقول لك لا أنا عايز أدي ابن الحرية بتاعته. ده طبعا فهم خاطئ للحب، وكتير مننا فاهمين أن الحب أنك تدلع ابنك اللي عايزه تجيبهوله. يعني يكون ولد لسه سنه 12 سنة ولا واتيفر، وبيطلب أحدث موديل في التليفونات، فأنت تجيبه له. هيستخدمه في إيه ولا يستخدمه إزاي مش مهم، أنت مش عايز تقوله لأ، أنت حاسس أني تبقى غلطان، وده معناه أنك ما بتحبوش لو قلت له لأ. لكن لما بنعلم ولادنا الطاعة والخضوع بروح الحب والحكمة، بنعلمهم يكون عندهم قوة إرادة وضبط للنفس وتحمل مسؤولية. الحياة مش هتدينا كل حاجة احنا عايزينها، فلازم في البيت يتعلم ان ما ياخدش كل حاجة هو عايزها، عشان لما يخرج للحياة والحياة ما تدلوش هو عايزها ما بقاش متمرد. اغلب الولاد اللي اتدلعوا لما كبروا ما عندهمش اي تحمل للمسؤولية. لما بنعلم ولادنا الطاعة بيتعلم ايضا الطاعة لربنا والخضوع لله. بيتعلم الطاعة للمسؤولين. في مدارس الاحد يبقى انسان مطيع وخاضع، ليس عن خوف ولكن عن حب واقتناع. ايضا بعض الاطفال العناديين اللي بيكون ليهم كده إرادة قوية وعايز ينفذ كلمته، لما بيعلمه الطاعة والخضوع ده بيهذب الشخصية بتاعته، الشخصية العنادية دي، وطبعا هنا عن طريق المكافأة، مكافأة الطاعة وتأديب العناد، شوية بشوية الاسلوب بتاعه يتصلح. ده يخليهم حتى ناجحين في دراستهم العملية، وده يضمن روح السلام والحب في البيت. في بيوت دايما تلاقي من الصبح بدري كده في صراخ، الأم بتصرخ مع الولاد علشان يلبسوا ويجهزوا المدارس، والعيال بتصرخ والأب بيصرخ، تلاقي كده الصبحية في معركة موجودة في البيت. ليه؟ لأن المعلموش ولادهم يعني إيه طاعة وخضوع. تعليم الولاد الطاعة والخضوع لا يعني على الإطلاق عدم إعطائهم فرصة للتعبير عن رأيهم، أو إيفن حتى يختلفوا معانا في الرأي. وبنتعلم إزاي نحترم الآراء المختلفة، لكن في الآخر هو كابن ملتزم بالطاعة والخضوع للأب والأم. أيضا وانت بتعلم ولادك تحمل المسؤولية والطاعة والخضوع، من الأخطاء الشائعة جدا ان لو سمعت ان ابنك وقع في مشكلة في المدرسة او حتى في الكنيسة او مع القانون او في العمل، انك دايما تدافع عن أخطائه
فتحاول أن تبررها وتضغط على المسؤولين لرفع التأديب. ودي يمكن بنشوفها في الكنيسة أكتر. يعني تلاقي مثلا لو خادم مدارس الأحد إدى تأديب لطفل من الأطفال، أو لو أبونا إدى تأديب لطفل من الأطفال، أو واحد مثلا في مؤتمر الأطفال أو الفتيان تصرف خاطئ، وتلاقي الخدام ادوله تأديب، بس الولد اتصل بباباه ولا ماما، تلاقي بقى الدنيا هاجت. يتصلوا بابونا ويتصلوا بسيدنا، ولو قدروا يتصلوا بسيدنا البطرك يتصلوا، وازاي ابني انت كده بتعلم ابنك درس وحش قوي. اغلط يا ابني وانا هدافع عنك، اغلط ولن تتحمل مسؤولية الخطأ بتاعك. مين اللي هيجني ثمر ديا؟ انت الاب والام في الاخر هما اللي هيجنوا ثمر ده. لكن لما بتيجي تقول له لا فعلا انت غلطت، انت تصرفت تصرف خطأ، لازم تتحمل مسؤولية الخطأ بتاعك، لازم تبقى فرصة انك تعلمه ان لما يخطأ، لما يكون في خطأ، ما يزرعه الانسان اياه يحصل، يتحمل المسؤولية الخطأ بتاعه. تلاقي واحد مثلا حتى مع الناس الكبار للأسف، يعني فيش تحمل للمسؤولية. واحد مع الناس الكبار مثلا من الكبار غلط وراح مثلا على الميديا ولا على السوشيال ميديا، ابتدى يشتم في الناس التانيين ويغلط في الكنيسة ويغلط في ناس، ويجي في الآخر مثلا ياخد تأديب معين، تلاقي الناس كلها عملت دفعا، فين التسامح وفين المحبة وفين الرحمة وفين؟ هو يا جماعة التأديب ده ضد المحبة، هو التأديب ده ضد الرحمة، هو التأديب ده ضد الغفران، ولا دي حاجة بتساعد الإنسان إنه يتحمل المسؤولية؟ إن كنت زي ما بولس الرسول قال، لو أنت تخاف يعني من العقوبة في رومي 13، افعل الصلاح علشان ما تعرضش نفسك للتأديب. ما أنت تمشي غلط وبعد كده مش عايز تتحمل نتيجة أخطائك. بولس الرسول في رومي 13 يقول أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه. لكن لو بيقول لك ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل السيف عبثا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فده درس مهم لازم تعلموه لأولادكم، إن لو عمل حاجة غلط وفي تأديب اوعى تدافع عنه، بل دي فرصة انك تعلم ابنك ان لما يغلط لازم يتحمل نتيجة الغلط. لو هو مش عايز يتحمل نتيجة الغلط ما يغلطش من الاول، يفعل الصلاح. لكنك تحاول تبرر وتحاول ان انت ترفع التأديب عن ابنك، انت بتضره، واول واحد هيتعب من الحكاية دي هو انت، لانك انت بتضيع فرصة تعلم ابنك روح المسؤولية، وتعلمه ان ما يزرعه الانسان اياه يحصل. عشان كده لو ابنك قال لك ده في الكنيسة ولا في مدرسة الاحد ولا في المؤتمر ولا في المدرسة ولا حصل معايا جسد، الاول ادرس حقيقة الموضوع بموضوعية دون تحيز لابنك، واسأل كده شوف ايه اللي حصل بالظبط. ممكن ابنك ما يقولكش كل الحقيقة. بعد كده لو ابنك فعلا مخطئ، علمه يتحمل مسؤولية الخطأ بتاعه. لكن لو ابنك مظلوم، ممكن فعلا يكون الولد اتظلم، لو ابنك مظلوم دي فرصة عشان تعلمه ازاي يتعامل مع موقف بشكاعة، وازاي يتعامل معه بحكمة وبنضج، وعلمه ازاي ممكن يروح يتكلم مع الانسان اللي ظلمه ده، سواء ده خادم او
في مدرسة أو whatever و باحترام. يعني هو أحيانا الواحد لما يكون حاسس بالظلم يغلط، بس الشيطان ما بيخرجش شيطان. يعني شيطان الغضب عمره ما هيطرد شيطان الظلم. ربنا قال كده إن الشيطان ما بيخرجش شيطان، فشيطان الغضب والشتيمة عمره ما هيخرج شيطان الظلم. لكن لازم تعلم ابنك إنه يتعامل مع الموقف بحكمة. لو هو طفل صغير ممكن أنت تقوم بالدور ده لو هي لسه مش عارف يتصرف، لكن لو هو يعرف يتصرف مثلا رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي يعلمه. دي فرصة انك تعلمه ازاي يكون شجاع وازاي يدافع عن نفسه وازاي يدافع عن حقه بطريقة سليمة. لو ابنك تصرف غلط ووقع في مشاعر في مشكلة، لابد من ضبط مشاعرك في الاول والتحكم فيها، وإلا هتحصل ردود فعل مؤذية. وأوعى تحصد نتيجة خطأ ابنك، خلي ابنك هو اللي يحصد نتيجة خطأ. يعني ابنك وقع في مشكلة مثلا، والمشكلة دي مفروض هو يدفع فيها فلوس، خليه يشتغل ويدفع الفلوس دي. لأن انت لو رحت دفعت له الفلوس دي خلاص هو عارف ان انا ممكن اغلط وبابا وماما هيسددوا عني، فايه اللي يخليه بطل يغلط؟ ما هو في بابا وماما بيدفعوا لي اللي انا عايزه. وتذكر ان ابنك مش هو المشكله، ده لو هو مخطئ يعني، انما المشكله هي تصرفاته وسلوكياته، هي دي المشكله. وهنا مفروض انت وابنك تقف ضد المشكلة اللي هي التصرف الغلط والسلوك الغلط، مش تقف انت ضد ابنك. لأن بقولك انت تقف ضد ابنك، ولا الكنيسة تقف ضده، ولا المدرسة تقف ضده، لكن نقف ضد التصرف الغلط. والتأديب اللي المدرسة ولا الكنيسة بتديه بنسميه تأديب علاجي. في تأديب انتقامي وفي تأديب علاجي. تأديب الانتقام ده كنا بقى متنرفز ومغاظ، فعايز يعني انتقم من اللي غلط ده. طبعا ده غلط، لا المفروض اللي يحصل على مستوى الكنيسة ولا على مستوى الدولة ولا على مستوى المدرسة. لازم التأديب يكون تأديب علاجي، ازاي احسن من السلوك ده. الحقيقة مثلا بعض الاشغال الاورجانيزيشن هنا لما يكون مثلا موظف بيعمل حاجة غلط بيجيبوا له ناس يساعدون هو ازاي يحسن من سلوكياته، بيحطوه under mentorship. فده التأديب العلاجي، ده الطريقة السليمة للتعامل مع التصرف الغلط. فصلي ربنا واطلب معونته، وتصرف مع ابنك بثقة وبمسؤولية وبسلطة. انت هنا الاب او انت الام، فخد مكانك، ليك سلطه، ليك سلطان عليه، قول هو ده اللي هنعمله. بعد ما انت بتتناقش معاه بتتكلم معاه بمحبه وثقه ومسؤوليه. وتجنب بقى هذه المشاعر. الشيطان بقى يحط في مخك شويه مشاعر تحطم الانسان، انك تخش بقى في هقولك تقول ايه بقى. أنا فشلت في تربية أولادي، أنا شاعر بذنب عظيم بسبب تقصيري معهم، أنا مكسوف منهم، أنا كل غضب تجاههم، مراتي أو جوزي هو السبب في الفشل ده. وهكذا كل هذه الأفكار، كل هذه الأفكار مدمرة وهتوقعك في اليأس، مش هتحل المشكلة. كلنا واحنا بنكبر واحنا لغايه دلوقتي كبار لينا اخطاء، بس الخطا ده فرصه للتعلم. يعني في امثال 22 وعدد 15 يقول الجهاله مرتبطه بقلب الولد، يعني ما عندوش خبره في كل حاجه في الدنيا. كلمه الجهاله
يعني عدم الخبرة، عدم الحكم. طيب ايه اللي يبعت الجهالة دي؟ عصا التأديب تبعدها عنه. عصا التأديب ما تجيبش يعني عصا تضرب ابنك، لا طبعا، انما كلمة عصا التأديب ان في تأديب، وحتى لو التأديب ده شديد شوية بس يكون بحكمة وتأديب علاجي يبعد الجهالة عن قلب الولد. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. وما تقولش بقى أنا فشلت في تربية أولادي. آدم وحواء كان عندهم أب عظيم ربنا، ومع ذلك وقعوا في الغلط. هارون ولاده برضو أخطأ. يعني كثير من الآباء المباركين في الكتاب المقدس ولادهم يعني كان لهم أخطاء. لو توقعت الكمال في التعامل مع أولادك هتتعب لو حصلت أي مشكلة، ولكن لو تعرف كده إن ممكن يحصل أخطاء منهم، ودورك كأب ودورك كأم إن أنا زي أتعامل مع الأخطاء دي، ودي فرصة للتعلم، فرصة إن أنا أخد خبرة، فرصة يكون معايا حكمة، بالطريقة دي هتقدر تتعامل مع الموقف بدون غضب. كلنا كبار وصغيرين عندنا ضعفات، وكلنا حتى أحيانا بنفشل لفترة مؤقتة، يعني لما بنحاول نحسن أنفسنا أحاول أحسن من نفسي وأقع تاني وأحسن وأقع تاني. ولكن الإنسان الذي سوف يستمر في التعلم وفي تحسين نفسه متكل على نعمة ربنا ده يستطيع أن ينتصر في النهاية. فخلي بالك فرصة الخطأ هي في الواقع فرصة للتعلم. فرصة الخطأ لما أولادنا يعملوا أخطاء ده فرصة للتعلم. شوف في رسالة بولس الرسول الأولى لتيموثاوس إصحاح 3 عدد 4 و5 يقول: يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار، وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله. فهو هنا بيعلمهم يعني إيه له وضوع أولاد في الخضوع والوقار، بيعلمهم. أكيد الأولاد بيخلطوا، ومع الخطأ ده في فرصة للتعلم. إحنا حنا بتحصل مشكلة نتنرفز ونفقد سلامنا ونبقى عايلين الهم إزاي نتعامل مع المشكلة، لكن لو أنت ابتديت تبص لأي مشكلة بتحصل إن دي فرصة للتعلم وللنمو مش هتغضب ولا تتنرفز. احيانا ناخذ المواقف بطريقه شخصيه، يعني اقول ايه ده ابني بيعمل كده عشان عايز يغزني، ابني بيعمل كده علشان عايز ينرفزني. فانا عايز اقول لك حتى لو ابنك بيعمل ده قصد ان يغيظك وينرفزك اوعى تاخد الموقف بطريقه شخصيه. عارف ليه؟ لان انت لو اتغص وتنرفزت يبقى خطته نجحت، فهو هيعرف بقى ايه نقطة ضعف، ولو هو عايز ينرفزك يبقى هيدوس على نقطة ضعف دي عشان ينرفزك. اي موقف ربنا ممكن يحوله في للخير في النهاية لو احنا تعاملنا معه بطريقة سليمة. اي موقف ربنا يحوله للخير في النهاية لو احنا تعاملنا معه بطريقة سليمة. عشان كده القديس يعقوب في رسالته لصاحب الأولاني وعدد 2 قال: احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ما المشكلة اللي بيقع فيها ابنك دي تجربة. ليه بقى؟ قال لك دي تنشئ صبر، والصبر يكون له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. ولو عندك عايز حكمة عشان تتعامل مع موقف اطلب من ربنا الذي سيعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. فلو تعلمنا
ازاي نتعامل مع كل موقف بحكمة هيتحول للخير. برضه في تعلم الخضوع والطاعة لازم تتابع تصرفات ولادك عن قرب، خاصة في السن الصغير. يعني وإن كنت يعني أحيانا ما بحبش إنك تجيب تليفونات لولادك في سن صغير، لكن لو فرضا جبت له تليفون لازم تعرفه إن أنت ممكن تخش تمسك التليفون ده تشوفه بيتفرج على إيه، تشوفه الجيمز اللي بيلعبها. ده من حقك، ده من حقك كأب وده من حقك كأم. فمتابعة تصرفات أولادنا عن قرب ده نقطة مهمة. ليه أنا بتابعه؟ مش علشان أعاقبه بس، لكن أنا بتابعه عشان أوجهه وأرشده وأدربه. أنا وفي المتابعة دي لا تبحث فقط عن أخطائهم عشان تعلمهم، ولكن ابحث عن أفعالهم الحسنة علشان تمدحهم وتشجعهم وتكافئهم. يعني مثلا لقيت ابنك قاعد بيقرأ على التليفون كتاب مقدس، أو قاعد بيحفظ مزامير الأجبية، أو بيحفظ ألحان، فأنت فرصة لما في المتابعة دي تقول له أنا مبسوط منك إن لقيتك بتقرأ في الكتاب المقدس وبتحفظ ألحان ونزل ترانيم جميلة، وبتدي له مكافأة عليها. بالطريقة دي إن الولاد هيحبوا متابعتك، لأنها برضه هتكون فرصة للمكافأة بتاعتهم. فأوعى تتابع ولادك فقط علشان تشوف الغلط وتعلمه أو توبخه، لكن المتابعة برضه عن الأفعال الحسنة عشان تمدحهم وتشجعهم وتكافئهم. وبرضه من الأفضل إنك بقدر الإمكان ما تقولش لابنك لأ ما تعملش كده، إنما تحاول تقول كلمة تانية زي كفاية كده، كفاية مثلا من الجيمز اللي انت بتشوفها دي لأنها مدمرة، لأنها مؤذية. لكن لما بتقول له لأ ما تشوفش الجيمز دي لأ، كلمة لأ بتخلي الولد ممكن يقول لك لأ برضو. ففي السن الصغير خالص ممكن تقول لابنك كفاية كده، لما يكبر شوية تقول له ما يصحش كده. انت بتعلمه بقى ان دي حاجة ما ينفعش انك تعملها، انت ابن ربنا. ودي تكون بداية مناقشة بينك ما بين ابنك، يقولك ليه ما يصحش ان انا اعمل كده. قول له الكتاب حط 4 شروط تعرفني ايه اللي انا اعمله وايه اللي انا ما اعملهش. فبولس الرسول قال كل الاشياء تحل لي، كل الاشياء تحل لي، ولكن ليست كل الاشياء طليق، ليست كل الاشياء تبني، لا يتسلط علي شيء ولا اتسبب في عثرة. وتبتدي تشرح له الاربع حاجات دول، بعدين تمسك الموقف وتقول له تعالى هل ده يليق بيا؟ هل ده بيبني؟ هل ده يتسلط على شيء؟ على هل بيتسلط عليا؟ هل انا اسبب عثرة الاخرين؟ وخلي بالك من روح التمرد اللي موجودة في العالم، اللي احيانا بيدوها شكل لطيف. اقولك يعني ايه قصدي بالكلام ده في المناقشة مع اولادك. التمرد دي صفة من صفات الشيطان، لانه تمرد على الله. فالشيطان عايز يغرس روح التمرد فينا، فابتدى يعلمنا ان احنا نتمرد على حاجات صغيرة، فاحنا ممكن نشوفها دي حاجات صغيرة، ونتمرد على حاجات كبيرة. انما الحقيقة اللي ورا الاثنين هو الشيطان. بعدين التمرد ده على الحاجات الصغيرة دي يديها اسم مثلا الموضة. اديكم مثال مثلا، يعني مثلا لما تقعد تفكر كده الولاد اللي يجي يرسم الطاقية دي وراح يلبسها بالمشقلب، يعني بدل ما الكابي من قدام يحطها ورا، اقعد تفكر كده هو يعني ليه يلبسها بالطريقة دي. فكرت تفكر
هي شكلها حلو ولا هي يعني المفروض دي عشان بيحمي الوش والعين من الشمس ان هو بيحمل ايه يعني عفاف مثلا. لكن فكره روح التمرد، روح التمرد مثلا في حكايه الولاد اللي بيلبسوا بنطلونات مقطعه. طب بيلبس بنطلون مقطع ليه؟ ايه الموضه اللي فيه؟ ايه الناحيه الجماليه ان انا البس بنطلون متبهدل؟ لما تقعد تفكر فيه هي روح تمرد. بس ربما بعضنا يعني يقول لك ادي حاجه كول لذيذه، ادي الموضه، ده مش عارف ايه. بس لما تقعد تفكر فيها يعني كده بموضوعيه هي روح تمرد. بس دي يعني هتقول انت تعدي، يعني هو ربنا هيقول لي روح يعني جهنم عشان لبست بنطلون مقطع؟ مش هيقول لك كده. بس انا عايز اخد الخط الشيطان ابتدمني في اخر بقى صور ان ممكن راجل يتجوز راجل وست تتجوز ست، ان واحد مولود ولد يقول انا بنت، واحده مولوده بنت تقول انا ولد. لما تاخد الخط كله ده بروح تمرد، ده في اقل صوره وده في اكبر صور. فمثلا لما يجي ابنك يقول لك انا عايزك تجيب لي بنطلون من هما ريبت جينز دول البنطلونات المقطعه، ناقش معاه، استخدم الاربعه بارامترز دول، هل ده يليق بينا؟ طب ايه الفكره من وراها؟ طب دي فيها روح تمرد، هل دي هتبنيك؟ هل دي حاجة فكرة مسيطرة عليك متسلطة عليك؟ انت يعني لو ما جبتش البنطلون ده خلاص يعني هتبقى شاذ كده بين الولاد. النهاردة الشواذ بيقولوا عليهم ده الصح، واللي بيمشي صح بيقولوا عليهم هو ده الشاذ. الدنيا اتقلبت. في سيرة الأنبا أنطونيوس، قديس الأنبا أنطونيوس قال كده، قال في آخر الأيام سيجن أغلب الناس وينظرون إلى العاقل ويقولون هذا هو المجنون. إحنا عايشين في الوقت ده. وبعدين وإنت بتتناقش مع ابنك لاحظ نبرة صوتك والحدة بتاعته. لو بتتكلم في غضب ومتنرفز وبتزعق له كلام ده مش يجيب نتيجة. انما اتكلم بحب ولكن بسلطة، انت الاب انت الام، لابد يشعر بالسلطة ولكن في نفس الوقت بالحب وانت بتتكلم معاه. لما قلت لكم تابعوا اولادكم، بس لازم الحياة المسيحية فيها بالانس، فيها توازن. فالتوازن هنا ما بين انك تحترم خصوصية ولادك ولكن في نفس الوقت تحتفظ بحقك دائما فان تطلع على هذه الخصوصيات في اي وقت لو انت شايف ان ده مناسب. فهنا في توازن، انك بتحترم خصوصياتهم عشان هو يتعلم ان يحترم خصوصية الاخرين ايضا، ولكن في نفس الوقت بتعرفه ان من حقك كأب لك سلطة وانك مسؤول عنه. معناها ان انت تستطيع ان تطلع عن هذه الخصوصيات في اي وقت اذا لزم الامر، وبالتالي يعرف ولادك ان ده حقك كأب مسؤول عنه وانك هتقدم حساب عنه قصاد ربنا. وبالطريقة دي يعرف يعني ايه سلطة ويعني ايه خضوع ويعني ايه طاعة. يحترم رجل المرور اللي واقف، يحترم المدرس بتاعه في المدرسة. احنا النهاردة جيل الميديا بتعلم عدم الاحترام للكبار. بيئة الكوميديا ان الواحد يشتم، واللي يشتم الناس تضحك له، وده اللي ولادنا بيتعلموه. تريق على الخادم بتاعه، تريق على المدرس بتاعه في المدرسة، تريق على الضابط، تريق على أي واحد مسؤول. فالتوازن
أنا احترام الخصوصيات بينشئ عند الطفل إحساس بالتقدير والمسؤولية. ولكن الشاب أو الطفل أو الفتى اللي عادة بيطلب السرية المطلقة ولا يعطيك الحق أن تطلع على هذه الخصوصيات إذا لزم الأمر، غالبا بتخفي وراها خطأ مستدر. ودرب ولادك على طاعتك من أول مرة، ولو لم يستجيبوا اتعامل مع الموقف بلطف. لكن ما تعيدش الأمر اللي تدخلهم مرات كتير، لأنك لو عدت تعيد 10 مرات وهو سمعك من المرة 10، فأنت كده بتعوده على أنه يسمعك من المرة 10. يعني هقول لك مثلا صورة خاطئة كتير مننا بيقع فيها في التعامل مع الولاد وانت بتديله أمر. فأحيانا يعني زي ما قلت لكم الولد بيسمع من المرة 10، فالمرة الأولى انت بتديله الأمر، المرة الثانية تروح تقول له بص أنا بديلك فرصة تانية روح نفذ، المرة الثالثة تذكره تقول له روح اعمل ده، روح مثلا وضب سرير، روح خد الزبالة وارميها. فانت أول مرة قلت له روح خد الزبالة وارميها ما سمعش كلامك، المرة الثانية تقول له ها أنا بديك فرصة تانية، المرة الثالثة تقول له طيب أنا بذكرك أهو دي ثالث مرة بقولك، المرة الرابعة تقول له طب بص يعني أنت ليه مش عايز تاخد الزبالة، مش دي مسؤوليتك في البيت، تبتدي تفاصل معاه تحاول تتكلم معاه. المرة الخامسة تحذره وتهدده، أنا بقول ده غلط مش صح بس أنا بقول ده اللي بيحصل يعني، وأنت لو ما رحتش رميتها أنا هعمل فيك وأسوي فيك، برضه ما سمعش الكلام. المرة السابعة تقعد تترجى فيه وتلح عليه، المرة اللي بعد كده تديله محاضرة عن الطاعة والأدب، المرة اللي بعد كده تحاول ترشيه طب بص أنت لو عملت ديا أنا هجيب لك كذا علشان ينفذ الأمر، مرة تسعة تزعق وتصرخ تعلي صوتك، مرة عشرة ممكن تقوم تضربه، أو في الآخر تزهق وتعمل الطلب بنفسك. لما بتخش كده وتقعد تعيد المرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فأنت بتعلم ولادك عدم الطاعة، إن هو مفروض يطيعك من أول مرة. فأنت بتعلم ولادك حاجة من الاثنين، يا أما يطعوك وأنت هادي، أو لازم تتعصب وتتنرفز وتعلي صوتك عشان يطيعوك. فالولاد في حين الولاد ما ينفذوش الأمر اللي اتخذوه من الأب والأم، غير لما الأب والأم يبتدي صوته يعني يجيب يسمع كل الجيران، يروح ما ابتدى يروح ينفذ الأمر اللي اتقال. لكن الأسلوب ده هيخلق نوع من أنواع التوتر في الأسرة. لكن عرف أولادك وعلمهم أن يقولوا نعم أو حاضر بأدب وحب من أول مرة، وتعرفهم أن الطاعة دي هتكون سر نجاحهم، ولو لم يطع من أول مرة هيكون في نتيجة لعدم الطاعة دي. فلو انت مثلا بتطلب منهم يعمل حاجة لأول مرة يعملها أو ما عملهاش قبل كده، فلأن دي أول مرة فانت بتشرح له ليه هو مفروض يعمل دي، ليه دي مسؤوليته، ليه مفروض. فأنا عمرك ما طلبت منه انه يوضب السرير مثلا، أو يوضب قط، أو ينظف قط، ينظف الدولاب بتاعه ويوضبه، وده جزء من تعليم المسؤولية. الأم اللي لسه بتوضب دولاب الهدوم بتاع ولادها وتوضب لهم السرير وابنها ده في سنه 16-17 سنة، في حاجة غلط.
فلو أول مرة تطلب منه أن يعمل حاجة لازم تشرح له ليه دي مسؤوليته وده دوره، إنما مفيش مجال للنقاش. فلو طلبت منهم طلب ورد عليك بأدب إن ممكن يأجلوه قليلا مثلا علشان مثلا هو بيذاكر أو بيعمل حاجة معينة مش يقدر يقوم ينفذ الأمر دلوقتي، فلو اتكلم معاك بأدب فأنت ممكن ترد عليه تقول له طب أنت محتاج وقت قد إيه؟ هيقول لك مثلا محتاج 10 دقايق ربع ساعة تلت ساعة، تقول له خلاص بعد تلت ساعة أنت هتعمل كذا. لكن ما تخشش في جدال، هنا أنت بتسمح معاه له بحب إنه ممكن يأجل تنفيذ الطلب ده لفترة، وكل طبعا موقف بيتناسب باختلاف عن موقف التاني، فخد قرار حكيم. طب لو رد عليك بطريقة غير مهذبة يعني اعمل كذا، قال لك لا مش هعمل، اعمل انت، فعلى طول تقول له ان الاسلوب ده غير مقبول في البيت ولا يمكن استخدامه مطلقا في البيت ده، وان لو انت اخترت تتعامل بالاسلوب ده في تبعيات للاسلوب ده بس، وتكون واضح كلام بتقوله انت هادي في حب بس في وضوح وفي سلطة، انت الاب او انت الام. بس برضو تذكر ان اردت ان تطاع فمر بما يستطاع، يعني ما تديش اوامر غير عملية وفي نفس الوقت تلوم الولاد على ان هما ما بيطعوش. اختلاف الزوجين مع بعض او انتقاد الزوجين لبعضهم البعض امام الولاد هينتهي ان الولاد مش هيطيعوا لا الاب ولا الام. يعني مثلا لو الام قالت حاجة فالاب قال له او قال للام هو وقته ده متسبيه يعني يتفسح مع اصحابه ولا احنا في بريك اليومين دول كريسمس بريك، وانتقد الام يعني، ففي الاخر ابنك ده لا هيسمع كلامك انت ولا هيسمع كلام امك. لازم انتوا الاثنين يكون لكم راي واحد ولازم تكونوا متفقين مع بعض في اسلوب التربيه بتاع الولاد. اكيد اي زوج وزوجه في نقط اتفاق في اسلوب التربيه وفي نقط خلاف. نقط الاتفاق استفيدوا بيها ونقط الخلاف اتفهموا فيها بحب وبتواضع. طب لو انت فعلا او انت شفت زوجك او انت شفت مراتك بتدي امر غير مقبول او مثلا بيدي consequences انت شايف ان دي تو ماتش، ان انت لو ما سمعتش الكلام او لو ما نفذتش ده هيحصل كذا كذا من الاول، فانت بيبقى جوانا رغبه ان انا عايز انقذ ابني، فتحكم في رغبتك للتدخل لإنقاذ ابنك، لأن ضرر التدخل بتاعك هيكون أكبر بكتير من ضرر الطلب أو ضرر التأديب في حد ذاته. تاني، ضرر التدخل وإنك تكسر مراتك أو أنت تكسري جوزك وصاد ولادهم، الضرر بتاع ده أكتر بكتير من ضرر التأديب أو ضرر الأمر اللي هو معطى للابن. وربما يكون الامر له يعني تو ماتش ولا التاديب تو ماتش، بس انا متغاظ منها ولا هي متغاظه مني، فعلشان كده انا عايز يعني اكسر كلامها قصاد الولاد، وده تدخلك ده كمان هيعمل مشكله بينك ما بين مراتك، فيبقى بالطريقه دي حصل مشكلتين، مشكله الولد اللي مش عايز يطيع ومشكلتك انت مع زوجتك. والولاد هتلاقوكوا بتتناقشوا مع بعض على اسلوب التربيه بتاعتهم، والولاد بقى اذكياء جدا هيعرفوا يستغلوا دين عشان لا يطيعوك ولا يطيعوها. لكن تحكم في رغبتك، وبعدين لما تكونوا منفردين مع بعض ممكن تتناقشوا انتوا الاثنين مع بعض على الطلب ده او على التاديب ده. ومن الافضل ان لو هيحصل تغيير في ده
ان الاب او الام اللي ادوا الامر او ادوا التاديب هم اللي غيروه. بس اوعى بعد ما يغيروه تقول على فكره انا قلت المنطق بتعمل كذا كده يعني ضيع دي. ف لو لقيت فعلا فعلا الموضوع يعني الامر اللي بيعطى او التاديب اللي بيعطى في التو واللحظه تو ماتش وانت لازم تتدخل يعني، فممكن تتدخل ازاي؟ تقول يعني مامتك ليها حق بس الموضوع ده هنناقشه بعدين عشان محتاج وقت اطول للمناقشه. فانت هنا ما بتغلطهاش ما بتكسرش كلامها، لكن ده بيكون خصوصا لما بيكون في تفاهم مع الاب بينهم بين الزوجين مع بعض، دي بتكون فرصه لحوار هادئ ومنفرد بين الزوج والزوج. لكن القاعده هي ما تهزش سلطه الطرف الاخر امام ولادك. اوعى تهز سلطه زوجتك امام ولادك او العكس، لان ده كده ما بيعلمش الولاد الطاعه والخضوع. الا بقى يعني الاستثناء الوحيد للقاعده اللي انا قلتها دي، لو رايت الاخر يؤذي ابنك اذاء شديد، بمعنى مثلا بيضربه ضرب مبرح مثلا، هنا لابد من تدخلك الفوري. ده الاستثناء الوحيد للقاعده اللي انا قلتها. وهنا برضو لو اسلوب يعني الاب والام شديد السلبيه مع الاولاد او ممكن يكون اسلوب مؤذي، فلابد ان انت هنا تدخل طرف ثالث سواء الكنيسه او المتخصصين عشان يساعدوك في ايقاف هذا الاسلوب السلبي او المؤذي في تربيه الاولاد. لكن لما تدي امر لابنك تقول له لو بتدور اول مره تشرح يا ابني انت مفروض دورك في البيت ومسؤوليتك انك تعمل كذا 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 كذا، من بكره الصبح هتعمل كذا، دي ما فيهاش جدال. لو رد عليك قال لك لا مش هعمل انت هتعمل لي ايه، قول له بص يا ابني الاسلوب اللي انت بترد بيه ده غير مقبول وده ما ينفعش في البيت عندك. فانت عندك اختيار من الاختيارين، بتتعامل بادب وباحترام زي ما احنا بنعاملك بادب واحترام، يا إما هتتحمل نتيجة أخطائك دي، كل خطأ له نتيجة. فده اختيار، فكر وشوف أنت عايز تعمل. وهنا بقى أنت بترد عليه بحب وبحزم من غير لا تعلي صوتك ولا تتنرفز. وبعدين يعني ممكن بقى المحاضرة الجاية نتكلم على التأديب والتهذيب، يعني لو أنت اضطريت بقى يعني عايز تدي تأديب، عايز يعني ما سمعش الكلام مالك انت تعمل ايه يعني، انا بقول لك انا اخترت ان انا مش هنفذ اللي انت قلت لي عليه، تتصرف ازاي مع نفسك؟ ده بقى ممكن نتكلم عليه في المحاضره الجايه. نكتفي كده بالمحاضره لان احنا